بدأت الحلقة اليوم بالحديث عن أهمية العافية الجماعية، أهمية أنه أن نشعر بالأمان كلنا سوا، وجزء كتير مهم من أنه تتأمن هذه العافية بالعدالة. العدالة شرط أساسي من الراحة النفسية. بهيدا الإطار وبهيدا الموضوع المهم جدا بيصيرني استضيف معي بالستوديو دكتور هالة كرباج، طبيبة نفسية بأوتيل ديو، أستاذة محاضرة بالجامعة اليسوعية وعضو بالمفكرة القانونية. صباح الخير. صباح الخير. أول شيء شكرا لتلبيتك دعوة الجديد. شكرا لك على دعوتك. والحمد لله على سلامتك. شكرا. دكتور كرباج، اليوم العدالة الاجتماعية، نعرف من هو من المجرم، ياخذ هالمجرم عقابه، يبدو أنه شرط أساسي لنتعافى كلنا سوا. حضرتك طبيبة نفسية، شرحي لي فعليا ليش مهم هذا الأمر؟ أكيد. أنا بس اسمح لي أول شيء أتقدم بالتعازي لكل اللبنانيين والأجانب يلي تضرروا بجريمة 4 آب وخسروا أهله وأحبه. وأنا بس حابة بلش أنه أنا كطبيبة نفسية اليوم، وأكيد عم بحكي باسمي الشخصي، بحمل الفئة السياسية الحاكمة المسؤولية الأكبر بكل الأزمات النفسية اللي عم يقطع فيها الشعب اللبناني من أشهر لهلأ، وأكيد اللي تفاقمت هلأ مع جريمة 4 آب. فنقدر نفهم شوي العلاقة بين العدالة الاجتماعية والصحة النفسية. خلينا نبلش نتفق على المصطلحات، نعرف شو هي الصحة النفسية وشو هي العدالة الاجتماعية. الصحة النفسية هي أكيد بتشمل علاج الاضطرابات النفسية، ولكن حسب منظمة الصحة الدولية منا بس عدم وجود اضطرابات نفسية ولنا بس عدم وجود عوارض نفسية، هي أيضا التفاعل مع بيئة تسمح لكل إنسان أنه يحقق ذاته، أنه يكون عنده الفرص المناسبة ليعيش بكرامة ويقدر يأمن حاجاته الأساسية ويواجه صعوبات الحياة. نعم، مشان هيك اليوم يحكى كثير في ابحاث عن جوده الحياه، يعني صح. هذه جوده الحياه هي ليست فقط بغياب الامراض، انما يعني مش انه الوقوف عند الصفر، بالعكس التقدم من الصفر، اذا بدي اقول تحت الصفر هن الاضطرابات النفسيه، لا صح. التقدم بامام لحتى اكون معافى، عايش حياتي بجوده، مطمئن، مرتاح. مزبوط. حتى عائب اكثر على اللي عم بتقوله، في ناس فيها يكون عندها اضطرابات نفسيه وحتى لو باستعداديه وراثيه، بس عم تتلقى العلاج المناسب وعايشه ببيئه حاضنه وقادره تلاقي مشروع حياة لا وتكون بصحة نفسية سليمة. وفي ناس في ما يكون عندها ولا أي اضطراب نفسي مسبق، بس عايشة ببيئة حاسة أنه ما عندها الظروف المعيشية الأساسية وضغط كتير كبير وقهر وزل، بتقدر توصل لاضطرابات نفسية ولتداعيات نفسية وحتى ليأس حتى لو ما كان عندها اضطراب نفسي مسبق. هلأ إذا بدنا نعرف شوي عن العدالة الاجتماعية، شو هي العدالة الاجتماعية وكيف بتتفاعل مع الصحة النفسية؟ أول شيء العدالة الاجتماعية أكيد بتشمل المساواة بالفرص، تأمين الظروف المعيشية الاقتصادية البديهية الأساسية لكل العالم، ولكن بتشمل كمان العدالة السياسية يلي هي محاسبة الحاكمين يلي بيسببوا ضرر للمجتمع، والتعويض المعنوي والمادي للضحايا يلي انصابوا بهذا الضرر. هلأ من بعد حدث صادم، يعني اليوم مثلا شفنا بثورة 17 تشرين، كانوا المطالب، كان في كتير حكي عن العدالة الاجتماعية، بس كانوا المطالب كتير مركزين أكتر شيء، كان في مطالب بمحاربة الفساد، بس كان في مطالبة كتير بعدالة اجتماعية وظروف معيشية. اليوم المطالبة عم بتكون على أول خط بالتعويض المعنوي المادي أكيد، بس المعنوي بعد أكتر للضحايا، والاعتراف بأنه صار في جريمة، الاعتراف بالمسؤولية، accountability. كيف علميا نحن، لأنه في دراسات بهالشأن، اليوم بعد كل حدث صادم وخاصة حدث صادم جماعي، كل الدراسات عن التروما الجماعي بتشير أنه ليقدروا أفراد ومجموعة يفوتوا بالهيلينج ويقدروا يرجعوا يبنوا حالهم من بعد حدث صادم، يشفوا حالهم من بعد حدث صادم بهالحجم، بده يكون في اعتراف بالمسؤولية واعتراف بألمهم واعتراف أنه صار في ضرر لألهم. لأنه الإنكار مثلك لأنه واحد عم ينكر، عم يمحي، أنت يلي حسيته مشي، أنا عم بمحيك كشخص، عم بمحيك كإنسان، ما له معنى. كل الأشخاص يلي خسرتها ما لهم قيمة، بيتك ما له قيمة، جنى عمرك ما له قيمة، شغلك ما له قيمة، كل حياتك ما له قيمة، أنا بمحيك بشخطة، بمحيك بكبسة. هيدي كتير بتعمل ضرر وبتمنع يصير في علاج ويقدر واحد يقدر يبني نفسه من بعد حدث صادم. اللي عم بتقولي كتير مهم، وفي عندي سؤالين.
بعد شوي حنأجل الحدث، فإذا يبدو مش بس الحدث الصادم أثر على نفسية اللبنانيين، تعامل بعد الحدث الصادم صح. وبدي بس عفوا بس خليني شدد على شغلة، أنه كل الدراسات انترناسيونال يعني عالميا بتشير أنه العاملين أساسيين لواحد يقدر يبني حاله أو يشفى من بعد الصدمة هو أنه نأمن له بيئة حاضنة تيرجع يحس بالأمان بأول أسابيع بعد الحدث الصادم، والاعتراف بالاعتراف بالمسؤولية الشغلتين اللي هن للأسف عم نشوف اليوم أنه منهم أبدا مأمنين. طيب. لقلنا اليوم من بعد هالحدث الاعتراف بالمسؤولية، الاعتراف بالمسؤولية لأنك تحدثتي بالسياسة. الاعتراف بالمسؤولية اليوم ما هو المشكل، أنه كل حدا مثل ما بيقول بفريق بعادة يميل السياسيون بلبنان أنه يكبوا المسؤولية والاتهامات على بعضهم وبالتالي تضيع المسؤولية. واليوم إذا عم ينحكى بمسؤولية بمعنى مسؤولية معنوية وأخلاقية غير المسؤولية الجزائية صح. أنا عم بحكي أكثر شيء عن هيدا المسؤولية الأخلاقية كمان تؤخذ سياسيا، أنه ليش بتكون تحملوا هذا الفريق بالسلطة هيدا الفريق اللي موجود بالسلطة، علما أنه الفساد مستشري من لبنان من سنوات وممكن يكون الإهمال من سنوات. يا ريت ما نوضحها شوي لأنه حتى كمان مش ما تؤخذ بالسياسة. ايه هلا هو يعني خلينا نبلش بالامور البديهية، يعني انا ما بعرف مين الشخص يلي عمل هيدا الشيء، ما بعرف، بعرف انه في مسؤولية اكيد على الطبقة الحاكمة، هيدا صارت يعني واضحة لبدأ. ولكن في امور بديهية، اليوم نحن من بعد ما الـ يعني كيف تعاملوا السياسيين مع الشعب من بعد هالحدث، ما كان في ولا اي اعتذار، ما كان في ولا اي ولا حتى يتحملوا مسؤوليه غير مباشره، مسؤوليه غير مباشره باللي صار، انه يكونوا يامنوا تعويض معين للشعب. اليوم الشعب هو عم يمسك حاله، هو عم يتضامن بالتضامن الاجتماعي، عم يقدر هو يساعد حاله ليامن هالبيئه الامنه اللي حكينا عنها. شفنا حتى يعني ابتسامات عشوائية، في يقول مسخره، في خطابات طلعت، انه خلينا نستفيد من هالكارثه كانها فرصه، يعني كانه نحن نستفيد من الضحايا، يعني عم يعطونا دروس بعلم النفس، خلينا نستفيد من كارثة بشرية لحتى لا يوصل مصاري على البلد. يعني هي تأدي، يعني أنا سؤالي اليوم أنه أنا كطبيبة نفسية، أي علاج نفسي بده يسترد الكرامة للناس؟ يعني اليوم أنا بدي أعترف للناس، أنا كطبيبة نفسية حابة أعترف للناس أنه إيه ضروري أنه أنتوا تستشيروا أخصائي إذا حاسين حالكم ما عم تقدروا تتخطوا، إذا عندكم تداعيات نفسية خطيرة، وأكيد حكيتوا عنها من شوي، نحن فينا نساعدكم انه تحسنوا نومكم، فينا نساعدكم انه تقوموا على اولادكم وتروحوا على شغلكم. بس انا اليوم محدوده بعلاجاتي، لانه العلاجات اليوم منا علاجات فرديه، هي علاجات جماعيه، هي اعتراف بالاذى اللي صار للعالم. وانا اليوم بحب اقول للعالم وبحب اقول للناس كطبيبه نفسيه وكانسانه انه مالي مش الحق عليكم اذا انتم ما عم تقدروا تتكيفوا مع هيك مجتمع، لانه وقت المجتمع يكون فيه هالقد خلل يمكن المشكله من المجتمع اكثر من العالم. يعني اليوم انا تعلمت وبمارس مهنتي انه انا لازم اعلم، لازم ساعد العالم يتكيفوا ويتاقلموا مع المجتمع اللي هن عايشين فيه. بس بهيدا الاطار فينا نحيد الناس عن السلطه، يعني ايضا ما بيتحملوا الناس مسؤوليه، يمكن كمان ما بعرف اذا تعبيري بمحله انه كمان حملهم زياده، ما بيتشاركوا الناس بمسؤوليه كمان، لانه ما تنسى انه هالسلطه هي يعني جابوها الناس. ايه هلا بذات الوقت ما جابوها ناس عايشين بكوكب المريخ، اكيد جابوها لبنانيين وفتكت فيهم اكيد. بس هل فينا نحاسب اللبنانيين على خيارات يمكن انتخابيه عملوها على اساس وعود معينه؟ أوكي. هل فينا نحاسب الناس على يعني انه معلي بسوريا كمان رئيس الجمهوريه بسوريا هو منتخب من قبل الشعب، يعني ما بعرف اذا فينا نقول انه المسؤوليه على الشعب على كل الامور اللي عم بتصير كمان بسوريا. انه اليوم كمان بدك تشوف قانون الانتخابي كمان. هلا انا مني محلله سياسيه، ما في كثير اتطرق لهالمواضيع برات الامور يلي انا، بس عم بحكي الشق النفسي، عم بحكي انا كالشق انه نحن نقدر نتعالج جماعيا ونفسيا وفرديا. اكيد العلاجات النفسيه الفرديه مهمه، وانا برجع بذكر برقم 1564 لكل العالم يلي بحاجه لدعم نفسي، بحاجه انه تحكي، بحاجه انه حدا يساعدها ويدعمها. بس كمان على المدى الطويل الشفاء الجماعي لازم يكون له كمان حلول جماعيه ومحاسبه واعتراف بعد كل المجازر اللي صارت بالبشريه. كل النضال بيكون على شو؟ بانه ما ننسى، ما يصير في انكار، يصير في اعتراف انه صار في مجزره. اليوم لازم يكون في اعتراف. على قصة ما ننسى، اللبنانيين قطعوا بكثير من بأزمات، قطعوا بحروب، طويوا هالصفحة، يقال انه طوينا الصفحة نفسيا. قديش طوي الصفحة هو شيء
فعال بناء او لا، وكيف نطوي، يعني كيف بنطوي هالصفحه فعليا؟ يعني مثل كانه واحد عم يفتح الجرح، عم يقطبه لهالجرح، بس بعده في عمل من جوا. كيفيه يعني نفسيا كيف ممكن نحن فعليا انه ان يعني نطوي صفحه الماضي؟ لانه كنا دائما نقول انه طوينا صفحه، بنسمع كثير طوينا صفحه الحرب، بس هل فعليا طوينا الصفحه؟ أكيد سؤالك كتير مهم، يعني وبيدقر بجرح كتير كبير عند اللبنانية. نحن عايشين إذا بدك بنوع من التناقض، عم يتناقل، عم يستمر من جيل لجيل. اللبناني ليقدر يضله عايش اضطر يتأقلم، اضطر يتأقلم على الحرب. يعني يصير في انفجار بالحرب، تاني نهار يعوا العالم يكفوا عادي ولك لأنه ما صار شيء. الحرب يلي صارت من بعدها، كل عدم الاستقرار السياسي يلي عشناه، الاغتيالات، حرب 2006 إلى آخره لحديث اليوم، لحتى يقدر يصمد إذا بدك اللبناني، يعني لقى طريقة أنه هو يتفاعل، أنه هو يتحمل، أنه هو ينسى، أنه هو يعني إذا بدك يعيش هيدا الشيء، كأنه يمرق لأقدر أنا أتخطى اللي عم بيصير ولأقدر أعيش. بس اليوم أنا بتخيل حسب ما عم بسمع من العالم وحسب ما عم شوف، بتخيل أنه هيدا النقطة ما بقى مقبولة من قبل اللبنانيين. هن بينهم بين حالهم تعبوا أنه يكونوا القوية، تعبوا يعني قصة الطائر الفيني يلي بده يطلع دايما. هيدي بلشت، هيدي الأسطورة، فينا نقول أنه هي أسطورة يمكن ساعدت العالم، والعالم يمكن ما كان عندهم خيار. يعني يمكن أهلنا بالحرب ما كان عندهم غير خيار تا يقدروا يكفوا ويهتموا فينا، بس اليوم العالم تعبت من هالأسطورة. اليوم العالم بدها تقول لا، نحن منا منيح، لا نحن ما رح نتخطى، لا نحن بدنا محاسبة، لا نحن بدنا اعتراف بالجريمة يلي صارت. وما رح يصير هالشفاق الجماعي إلا إذا حصل هيدا الشيء. يعني اليوم الناس تعبت من هيدا الشيء، ويمكن إذا بدك هالديفنس ميكانيزم إذا فينا نسميه هيك، خلص وصل على نفسه الأخير. يعني اليوم وصلنا، يعني استنفذنا من كل الموارد النفسية يلي عنا، وصلنا على نفسنا الأخير. اليوم إذا ما صار في محاسبة واعتراف، أنا برأيي كطبيبة نفسية إنه على صعيد الشفاق الجماعي رح يكون شيء كتير صعب وشبه مستحيل. ممنون كثير على هالمعلومات. بتمنى لانه مثل يعني نحن اليوم كجماعه ايضا مثل ما قلتي في شفاءات شخصيه، وشفاءات الشخصيه ربما من السهل انه تتم، لانه الانسان عنده موارد كثيره، قد يجد من يدعمه في عيله، هيدي مشهوره فيها اللبنانيه، يعني العيله، السند، القرايب، الناس، الاصدقاء، بيضلوا يساعدوا شخص فرد ليطلع من هالحزن اللي فيه. لكن الحزن الجماعي يجب ايضا ان يكون هناك مثل ما بيقولوا عمل جماعي للخروج منه. صح. يعني إذا في يزيد بس بعد شغلة، أنه أنا أكيد بشجع العالم تستشير أخصائية نفسية إذا كانت عم بتعاني من تداعيات نفسية خطيرة، وبشدد على أهمية العلاجات النفسية الفردية، لأنه بتخيل أنه كل شخص رح يقدر يلاقي طريقة أنه يرجع يمشي حاله إذا بدك شوي. بس على الصعيد الجماعي، هيدا الشيء ما رح يزبط إلا بحال محاسبة واعتراف بالجريمة اللي صار. ممنون كتير. شكرا دكتور على كربيج. برجع بذكر حضرتك طبيبة نفسية، أستاذة محاضرة بالجامعة اليسوعية، وعضو بالمفكر القانوني. شكرا كتير لك. شكرا.